طبعا لسه ما فيش ناس. اول ما تجمع بس خلينا نجمع الاول نجمعوا عشان نبدا الفيديو. لا نبدا اللايف. نبدا اللايف. يلا استنى الناس تجمع. قولي هاي. هاي هلو. هاي هاي مش جايبها اصلا. قولي لهم هلو يا لولو. هلو هلو. هاي فين ايانا؟ ايام بيبص على الناس. اجمعوا يا جماعه بسرعه. انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه. ايان عينه زي غشويه بيقعد يبص على البنات اللي داخله واللي خارجه. حبايبنا اول ما الناس تجمع زينا بقى عرفيني عشان نبدا. ايه عايز اقف مكان اضافي. انت بتيجي بس كده. طب استنى نبدا الاول نوريهم احنا فين بس الاول. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان احنا هنا في امريكا في نيويورك. الساعه عندنا كام؟ استنى والله اشوفها لكم. الساعة عندنا 2 اللي هو 2 اور. هنقول لكم سريعا كده احنا هنا بنعمل ايه. تمام احنا موجودين هنا في استنى اوريكم. احنا موجودين هنا يا جماعة في كاسكو دوت. زي ايه زينا؟ بص مسك كده زي هايبر ماركت. هايبر ماركت زي كارفور. انا يعني هايبر ماركت هنا موجود في امريكا. كل الناس اللي موجودة هنا بيشتروا منه مستلزمات البيت الشهريه والاسبوعيه واليوميه والحاجات دي كلها. شنو الحاجات زي بالجمله كده؟ طبعا عشان انت تخش السوبر ماركت ده لازم تكون عامل ممبرشيب زي دي اللي هو عضويه. العضويه دي بتعمل بكام في السنه؟ بتعمل ب $60. تمام. طيب في البدايه عايز اقول لكم ان الحد الادنى للاجور هنا او الرواتب $15 في الساعه. يعني الشخص اللي بيشتغل مثلا، انا مثلا لو انا امبارح اشتغلت 8 ساعات فانا خدت في الثمان ساعات دول $120. فاحنا هنخش النهارده كاننا اشتغلنا امبارح 8 ساعات وخدنا $120. هنخش هنشوف شغل يوم كامل هنا في امريكا يجيب لنا ايه من زي ما قلت لكم يا جماعه. استني ماشي اوكي. زي ما قلت لكم يا جماعه الممبر شيب دي ب$60. تمام دي بس لمده سنه يعني. طيب تعالوا بقى نخش. يلا بينا. هاي ايون. ايون هاي ايلين. هاي ايلين. بصوا يا جماعه اهو ده كاسكو اهو. يعني تحسوا ان هو ايه، هو مكان كبير قوي. تعالوا نخش دلوقتي ونشوف ايه اللي ممكن نشتريه. استنى احنا اصلا احنا هنا داخلين غلط. احنا عند الاكزيت. تعالى عند الانترنس. احكي لهم بقى عن كاسكو بقى وحكاياتك معاه. كويس جدا. انا كنت منزل قبل كده ستوري بعربيه مليانه حاجات. انا فاكر فاكرها طبعا عشان المبلغ اللي دفعته. بص يا جماعه دلوقتي احنا هنخش اهو. اول حاجه لازم نطلع الممبر شيب. امسك الممبر شيب عشان نوريها لهم. عشان نوريها لهم واحنا داخلين. يلا يلا اهو يلا. لازم بصوا نوريهم الممبر شيب. هات بقى الممبر شيب نشيلها. ده بصوا المكان اهو. هو في كل حاجه طبعا. في شاشات، في تلفزيونات، في حاجات كتير. تمام. في حاجات كتير قوي. وانا اطول منك كتير قوي. استني بس عشان الايلم. طيب هنبدا حاجه حاجه. نعدي بس الناس اللي ورانا. تعالى على جنب كده. تعالى وقف على جنب. احنا هنبدا حاجه حاجه دلوقتي ونقول لكم ايه اللي تعملي. ايه باخد بنطلونات كرتونه ولا واحده؟ يا بنت اصبري. احنا ايه الاكل والشرب الاول؟ اساسيات الحياه. طيب زي ما قلنا لكم هنا معدل دخل الفرد $15 في الساعه. ولو مثلا فرد بيشتغل 8 ساعات في اليوم فياخد $120. تعالى شوف $120 هيشتروا لنا ايه دلوقتي. تمام. ده كاسكو ساتن ايلاند. لا يا جماعه ده مش ساتن ايلاند. دوت اللي في نيو جيرسي. طيب بصوا دوت اهو. يعني هو بصوا كبير جدا كبير جدا. تحسوا ان انتوا في مستودع كده. في كل الحاجات بالجمله بقى هنا. ايون عامل ايه؟ ايلين يا زينب. قلنا الحاجات الاساسيات الاكل والشرب وبعدين نبقى نشتري الحاجات دي. الاكل والشرب الاول. تمام. سيبي بقى خلاص. والله هنجيبهم في اخر الفيديو. اوكي بس تعالي بس الاول نخلف الاساسيات في اخر اللايف. اوكي سؤالين يا جماعه. طيب تعال نخش. بصي احنا يعني طبعا ايه ده طايد ده اللي هم بيغسلوا بيه. تمام. ده ثمنه $29 بس خلينا برضو في الاكل والشرب الاول. تعالوا هنشتري الاكل. وبصي امسك انت كده. سكنت كده. لا خليها عليك انت. اوكي بص انا دلوقتي هحسب كل حاجه نشتريها على الموبايل
ونحسب في الاخر احنا جبنا ايه ب 120 دولار تمام؟ خلاص يلا بينا. وزي ما قلت لك يا جماعه 120 دولار دول انا مثلا اشتغلت امبارح اخدت 120 دولار دول اشتغلت 8 ساعات. عايز اوريهم حفله الكريسماس. هنا منزلين حاجة الكريسماس بس حلو قوي. منزلين كمان حاجة الهالوين بس هنوريكم حاجة حلوة. بصوا حاجة الهالوين حاجة بطيخة اللي واقفة دي. انا خفت منها اصلا ان ده شكلها مخيف قوي. طيب يا جماعه دلوقتي قولوا ايه قولي اسمك مريم. يلا طبعا هنا يا جماعه في لبس وحاجات كتير بس دول يعني خلينا نتطرق للموضوع ده بعدين. دلوقتي خلونا في الحاجات اللي هي المأكولات والمشروبات تمام يا زينب؟ اي ايون ايون تعالي يلا نمشي قدام شوية. عرفيهم. طيب احنا دلوقتي هنا بنعدي على احنا بس عايزين نخرج من جو حاجة البيت يعني هنا في حاجة البيت اللي هي ايه السراير والكلام ده كله وبلاي ستيشن. صور طبعا هنا صور طبعا هنا تصور طبعا. امال ايه امال ايه امال ايه ماشي. دي حاجات احلام يعني حاجات ايلين وعين عجبني. عايز بيب 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 لعبة هنجيب لكم. حاضر. هنا في زي حلويات. لا لا بصوا لا احنا مش هنبدا بقى نفرجهم احنا عايزين نشتري. تعالى طب ما يلا نشتري. وحد منعك تشتري؟ محدش منع. عندهم كمان هنا مكان فيه زي اكل بيتزا سندوتشات سوسيس حاجات زي كده. وعندهم كمان مكنة ماشين للبيبسي والسيفن وللكولا كل حاجة. هنوريكم كل ده. الحلو هنا الحلو هنا عندهم في حوار البيبسي الماشين ده ان انت لو جبتي ساندوتش وكلتي وشربتي البيبسي كله حبيتي تحطي تاني بتحطي عادي جدا عادي جدا يعني. بصي اول حاجة هنروح دلوقتي يا جماعة نشتري فراخ جاهزة ناكلها النهاردة تمام. بصوا صوري كده اللي بكده دي الفرخة كاملة اهي عاملة 5 دولار 4.99 5 دولار تمام. اي فرخة كلها طبعا فراخ مشوية مستوية تمام كلها فيها صوص ومعمولة وسخنة يعني انت بتاخدوا انت ايه بتاخدوها يعني سخنة مثلاً يعني ناخد مثلا الفرخة دي مثلا اهي هناخد الفرخة دي اهي يا جماعة بس دي 5 دولار تمام. كده الميزانية تاخد منها 5 دولار. تعالى بص الفرخة عاملة ازاي ب 5 دولار حلو قوي صح؟ الفرخة أصلا كبيرة قوي تحسها دي كرومي مش فرخة. هنا الفكرة حلوة كده. هنا الفكرة الفراخ مخبيينها قوي دي حقيقة تحس إن الفرخة كبيرة قوي يعني الفرخة هنا تحس عاملة زي دي كرومي كده قوي. أول حاجة جبناها 5 دولار يبقى كده فاضل معانا 115 دولار تعرف شوف هنجيب إيه تاني. يلا بينا يلا تعالي بقى واحدة واحدة تعالي مثلا نشتري جمبري. واو نشوف سعره ايه. تعالي نجيب جمبري. اللي عايز يسأل اي هي حلال 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 ما تقلقوش. لا لا بنجيب الحاجات الحلال ما تقلقوش لكم. اي حد عايز اي حاجة يسأل واحنا هنجاوب عليه في اللايف ده تمام. مثلا هنبدأ بالجمبري مثلا لو بص يا جماعة بص مثلا ده كيس الجمبري مثلا
فلازم انقي معلش. لا انقي. بص مثلا ده متقشر وجاهز. ده جنبان. لسه مش هنقشر لو حد يعني شيل الرز ولا شيل اي حاجه تمام. وفريش ده جمبري فريش مش متجمد. ده سعره 22 دولار تمام. فنجيب ده ولا نجيب ابو اسود ده دوت مثلا سعره مثلا 26 دولار. ها نجيب اني انا عايز ده اكتر. كيس كبير كده تحسه مليان. هو الكيس دوت ثمن وزنه 4 باوند. هم حبة حلوين. حبة حلوين يعني. كم يوم؟ طبعا يعني معنا كم يوم. ناخد ده ممكن ناخد الكيس ده مثلا. خلاص يا احمد هم كمان نفس الكمية. تمام يبقى احنا كده صرفنا. يبقى احنا كده يا جماعة لحد دلوقتي صرفنا 5 دولار في الفرخة. وادي 25 دولار في الجمبري. تمام؟ يبقى كده 30 دولار لحد دلوقتي. كده 30 دولار، كده فاضلنا 90 دولار تعالى. نشوف هنشتري ايه تاني. او الجمبري دوت على فكره يا زينب ده يقعد معانا فتره يعني يقعد معانا. أيوة ممكن أيوة. احنا جبناه قبل كده قعد معانا قد ايه؟ قعد معانا اسبوع تقريبا. قعد معانا اسبوع صعب يعني نعمل منه كل يوم شويه. نفسنا كانت ايه كل يوم ناكل جمبري فكنا اصل خلي بالكم احنا هنا انا وزينب بس يعني انا وزينب جمبري وائل شخص يعني مش شخص نص شخص نص شخص يعني ايلو نص شخص. ايه رايك يا ايلو انا عايزه ايه سوسيس عايزه ايه؟ استنى تعالي مثلا نجيب ايه؟ نجيب لحمه مثلا ماشي نجيب مثلا بس ركز بقى والنبي في اللحمه. لو قلنا مثلا ان احنا يعني تعالوا نقسم على ايام الاسبوع. لو قلنا مثلا الفرخه الكبيره بنت الجنيه دي هناكلها النهارده. عايز تسكينه؟ حاضر استني هاتي هات انا اقول له لسه يا جماعه لخبطت اللايت. لو قلنا مثلا ان الفرخه ب 5 دولار دي هناكلها مثلا النهارده. والجمبري دوت مثلا هنعمله بكره. لو قلنا هنعمله كله بكره مش يبقى كده ادي حاجتين بتاع النهارده وبكره تمام. الشوز فين؟ هو عايز الشوز بتاعه. استنى خلي ايلين تسلم عليكم شويه. ايلين قول لهم هاي قول لهم هاي. هاتي بص شاطره. بص تعالي بقى فين اللحمه ورا تقريبا. اللحمه ورا اللي في فين. استنى لسه يا جماعه احنا ايه كل سوبر ماركت من دوت بقى الترتيب بتاعه مختلف. تعالوا استنوا هوريكم مثلا. تعالوا نشتري طبق لحمه كبير صح ولا ايه الدنيا؟ صح زي ما قلت لكم احنا مثلا دلوقتي معانا مثلا حاجه يومين معانا الفرخه والجمبري. تعالوا نجيب طبق لحمه. استنى انا هجيبها. لا استنى زين. بص ممكن مثلا نجيب لحمه مفرومه. نجيب مثلا لحمه مفرومه مثلا نعمل لنا شويه جلاش على مكرونه بشاميل على شويه حاجات. بصوا هو مفرومه دي اللحمه مفرومه يا جماعه. ناخد حاجه مثلا اهو مثلا ده او الطبق ده 6 باوند وزنه تمام. بص الطبق ده يا زينب ده بحوالي 26 دولار. فاحنا كده معانا الفرخه اللي احنا هناكلها النهارده معانا الجمبري اللي احنا هنعمله بكره ومعانا اللحم مفروم. طيب لسه احنا عايزين بقى نجيب لحمه عاديه. لحمه عاديه نحسب لكم في الاخر. احنا كده قلنا 30 و 25 ماشي اوكي هنحسب بعدين. عايزين مثلا شويه لحمه حلوين. 45 فين؟ اوكي بصوا يا جماعه دي قسم اللحوم. احنا طبعا هندور اللي هي الحاجات اللي هي البيف مش البرك. دي البيف اهي. بصوا مثلا ممكن نجيب اني واحده اقول لكم دلوقتي. فاحنا ممكن مثلا ناخد دي بيف اهي تمام. دي ب 35 دولار. دي بيف اوكي. بص يا زينب هي دي بس مش متقطعة بقى يعني دي مش متقطعة. هي الحتت كبيرة قوي زي ما انتوا شايفين. اروح اقطعها واشيلها بعد كده في الفريزر. يعني دي وزنها برضو 4 باوند تمام. دي ب 35. اللحمة مش حلال يا جماعة اهي. دي بيف والله. دي بيف تمام اوكي. خد اللحمة
يبقى احنا كده يا جماعة جبنا ايه ده انا بصور نفسي اوكي سوري معلش جبنا اللحمة مفرومة وجبنا اللحمة وجبنا الفرخة وجبنا الجمبري. طيب تعالوا بقى دلوقتي هنشوف بقية الحاجات. امسكي بقى احسب بس الحاجات اللي احنا جبناها دي كده كام. استنى احمد بيحسب الميزانية ما تقربش معانا. اتكلمي انتي لحد ما انا بس احسب كده. الدولار بكام بالمصري؟ لا ما نعرفش. مش عارفة بصراحة. مش عارفة. لا بجد مش عارفة. وهكذا جاب حاجة بأربع أيام. بص بص الفرخة بخمسة. ماشي. زائد اللحمة دي بخمسة وتلاتين. ماشي. اللحم مفرومة مثلا قولي بخمسة وعشرين. ماشي. الجمبري ده خمسة وعشرين. تمام. ده كده معانا 90 كده خدنا 30 دولار. بس ان هي بتبوظ مني. ها بصي بصي اقول لك حاجه. اللحمه دي تصوري هنا. انت بتصوري فين اللحمه دي يا بنت؟ بتقلبي الكاميرا في ايه؟ اهو اللحمه دي مثلا دي حوالي ممكن مش عارف هي كام كيلو. الباوند الاربعه باوند ونص دول كام كيلو؟ بس لا لا بس بس مالكش دعوه بيها. بس دول مثلا يا زينب ممكن يتعملوا مثلا على يومين. لا يومين؟ يومين ايه ده؟ اكتر من يومين. اكتر من يومين. اه ماشي ممكن يتعملوا مثلا. تعال نقول ده كل قطعه كبيره هنقطعها حتت صغيره في اكله. طيب بص تعال نقول دي يومين ودي يومين. لا دي اربع ايام ولا خمس ايام. يا ستي قولي يومين بس انا بحسب يومين ويومين ادي اربعه وادي يومين ادي سته وادي يوم ادي سبعه. تمام تعالي برضو نجيب شويه حاجات تانية كده احنا فضينا 30. انت صوري فين؟ انت سرحتي زينب يا جماعه ما لا تسرح مني. هات الكاميرا عليكي بقى. بس بقرا تعليقاتهم. واحده بتقول لك انت ايش عرفك هي اللي هتطبخ؟ يعني انا اللي عارفه قد ايه هتقضينا قد ايه. ماشي طب استنوا بصوا دي هنا عندهم كمان دي على فكره دي دي مخ... عليها خلطه صح؟ لا هي دي مش ممكن دي ريب اللي هي اللحمه اللي العاديه بتاعتنا دي للشوي صح؟ دي للشوي دي يا جماعه بصوا بتاع دول تقريبا ضلعين ب 25 دولار. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. دي 25 دولار بس احنا مش هنشوي صح؟ لا 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 مش هنشوي. احنا عايز عشان عايزين نجيب عصاير ومكرونات وحاجات زي كده. عصاير ومكرونات. طيب اوكي يعني دول بص بص ركزي معايا. دول دلوقتي الطبيخ صح؟ ايوه عايزين نجيب لهم بقى مكرونات والحاجة يعني بلاش نجيب حاجة تانية ما نجيبش مثلا لا 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 كفاية بقى. طب استنى اشوف البانيه بقى يا حبيبي كفايه يا لهوي خلص الفلوس كلها في اللحوم بس. حبيبتي اللي كاتبه كده لا حلال عشان هنا في عرب كتير فهم يبقوا كاتبين على اللحمه الخنزير بورك وبيبقوا كاتبين على اللحمه العاديه بيف. فاهماني؟ هي دي بانيه دي خمسه 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 باوند ونص. دي بص كده البانيه قد ايه؟ فممكن نجيب دي بكام؟ 5 باوند ونص يعني دي ب 30 يعني كده يبقى 120 الميزانيه كلها. بس بعد كده نجيب بقى الرز والحاجات دي. ماشي ماشي تمام؟ اوكي يبقى احنا بصوا يا جماعه صوري هنا كده. جبنا الفرخه اللي هي الجاهزه دي اللي هناكلها النهارده وجبنا اللحمه وجبنا البانيه وجبنا اللحمه المفرومه. الكميات طبعا يعني ما شاء الله. بص كميه اللحمه المفرومه قد ايه؟ زينب انت مسحانه ليه؟ عملاقه ما انا جايباها والله. انت عماله في ايدك كومنتات وسحانه. طب ما انا جايبه الحاجه انت عايز ايه دلوقتي؟ والجمبري كده دول كده ال 120 دولار. 120 دولار كده راحوا خلاص. 120 دولار بقوا هنا اهو. تمام؟ خلصوا ال 120 دولار. الحمد لله. تعالى بقى نشتري شويه رز وحاجات وحاجات. يلا بينا. يلا امسك عشان نشوف ايان انا. ماشي ايوه في كاسكو حلال وفي مش حلال. ايوه ما في حلال هنا وفي حاجات مش حلال. احنا بنجيب حاجات غير حلال اللي هي البيف الريب الحاجات دي انتوا فاهمين. والفراخ برضو بنجيب الفراخ اللي هي الحاجات اللي هي الشركات اللي هي بتعمل فراخ حلال. اوعى زينب في واحده تقول لك اوعى تنسوا الشامبو. لا مش هنساه ما تخافيش ما تقلقيش. تعالوا تعالوا بقى نلف ليه؟ لا هو عايز ينزل ياخدها جنبها في الارض مش طبعا عايزها. ما انا هاخدها انا. بص بص بيعمل ازاي؟ لا انا اللي هاخدها. اهي عايز التينه بتاعته. اديله التينه. عارف ليه؟ عشان انت ترميها في الارض. عايز التينه اديله التينه يلا. لا
خد التين. شاطر 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 شاطر. ايه ايلين؟ لا مش عايزه. بص اديها الايلين. استنى 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 اديها الايلين كده. اديها الايلين. اديها الايلين. لا بس خلينا اديها الايلين. صوص بدالة. والله شاطر والله. ثانك يو. يلا ثانك يو ايلين. بص 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 رميها رميها وبيندع عليها. يعني بعد ما نرميها بيندع عليها. مفيش تينة. خلاص احنا اصلا عايزين نمنع التينة دي. ها عايزين نبقى عايزين نمنعها. ايان عنده سنة ونص. عنده قد ايه؟ سنة ونص. ايان سنة ونص. ايلين 4 سنين. طب تعالى لازم نكمل بقية الحاجة. استنى تعالى تعالى. بص هنا بص هنا بص 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 بص. ناس تقول في بسامز. لا احنا بكاسكو. قول لنا هاي لين. قول لهم هاي. استنى الحاجة الحاجة شيرين في اللايف. قول لها هاي شيرين. هاي شيرين. هاي زياد. هاي زياد. هاي طارق. هاي طارق. هاي مريم. هاي مريم. هاي هاي محمد. هاي محمد. هاي كارمن. هاي كارمن. هاي رجب. هاي رجب. هاي وجيدة. هاي وجيدة. انا بحبكو. انا بحبكم. باي. لا باي خلاص. يلا يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. اوكي ناس فضحنا هنا. كل شويه واحده تمشي تديك التتينه تديك شوط هضربك بيه على وشك. قول لهم هاي. تقول لهم هاي مين؟ نقول هاي مين؟ هاي وجيده. هاي وجيده. هاي ساره. هاي ساره. هاي سيده. هاي سيده. هاي فاطمه. هاي فاطمه. هاي كنزي. هاي كنزي. انزي. هاي زينب. سلمى. هاي زينب. هاي احمد. هاي احمد. اوكي اوكي احنا العيال عاملين وقعوا كل حاجه والناس فاتحين هنا في الكلمه. يلا حبايب قلب ماما. يلا تعال. يلا. ايوه مامي. ايوه مامي. ايوه انت حبيبه بابي ومامي. وانت حبيب مين انت؟ قليل ادب. طيب تعالي بقى يا زينب. بص احنا عايزين نخش على استنى احنا عايزين على القسم نخش على قسم. استنى عايزين نروح على قسم ال بص يا شويه. طبعا نصوره كل النهارده بس احنا طبعا عايزين طبعا على الاقل نروح الرز ومكرونات. لا ده قسم الالبان. بصوا يا جماعه استنوا انا هدخل بسرعه اوريكم. ده قسم الالبان اهو. هي بتاعت اللبن دي اهي. جركي اللبن ده انا جوه الثلاجه اصلا اهي. جركي اللبن ده ب 3.89. ده جركي اللبن كامل اهو. وفي هنا في مثلا كرتونه البيض اللي هناك دي دي باربعه اهي. دي باربعه 99 بس. ففي حاجات كتير يعني. دي الثلاجه بتاعت الالبان. صناعة ايه. انا خرجت بسرعه لان الجو ساقع جوه. يا زينب الجو ساقع جوه قوي. دي ثلاجه. طيب بصوا بصوا يا جماعه دي حاجات تبقى موجوده هنا بيدوك تيست تدوقه تمام. فده ايه ده؟ ده فشار. اوكي بوب كورن. اوكي خدي ده بوب كورن اهو. دوقه بقى. دوق عشان لو حلو النهارده نبقى نشتري بكره يلا. اوكي ثانك يو. توقعت دي ها؟ دوقيهم كده ونجيب واحدة تانية الايلين. واحدة تانية الايلين. امسكي ايلين. دي يا جماعة بتبقى حاجات هنا هما بيبقوا يعني حاطينها بيدوقوك تست. بيدوقوك وانت لو عجبتك تشتروا منها لانها بتبقى موجودة في المكان. في بقى اكل وفي شرب وفي كل حاجات الحاجات اللي بتتاكل حاطينها. احنا ممكن نلف اصلا ناكل ونشبع ونتغدى ونتعشى في المكان هنا. انا اعرف واحد صاحبي اسمه مصطفى الدمرداش لو جه هنا مش ياخد من المكان ده. هيفضل عايش هنا هينام عند ربنا. هيتغدى ويتعشى هنا. اكل وشرب. طبعا يا جماعه دي بقى ال دي العصاير والحاجه. ودي هنا طبعا ايه كراتين الميه. كرتونه الميه مثلا بسته. بصوا يعني مثلا استنى هوريكم. انا بحاول ايه اوريكم التجربه كامله عشان تبقوا عارفين. دي كرتونه الميه مثلا دي بتبقى حوالي تقريبا $5 حاجه زي كده. دي ب 4.99. دي بصوا فيها 40 ازازه. فكله هنا بيجيب الكراتين الميه دي تمام.
اتفضلي يا استاذ زينب. ذوقي بقى انت وتعالي. الريد بول ده طبعا اغلى حاجه، ده الريد بول ما شاء الله عليه. الريد بول دوت فيه كام واحده؟ في 24 واحده ب 29. لا ب 29 لا ده برايم، ده المفروض حاجه تانية. برايم ده تقريبا برايم يا جماعه. استنوا برايم هنا، ده تقريبا الناس خربت الدنيا عليه في مصر، اللي هو برايم ده، عارفين اللي هو بتاع لوجان بول وكي اس اي تقريبا. هما بيقولوا، انا مش عارف هي دي ايه بصراحه، بس هي بيقولوا ميه بنكهه. تمام، دي ال 15 واحده اللي هي الكرتونه الكامله 15 واحده ب 18 دولار. انا اسمع ان هي عشان بتيجي واحده بس عندنا بتبقى غاليه. دي ب 15، دي 15 واحده فيها ب 18 دولار. تمام، نجيب واحده يا زينب ولا ايه؟ نجربها نعمل ريفيو عنها ولا لا؟ شايفه ايه ولا بلاش نبقى نجيبها مره ثانيه؟ عايز كورن تاني؟ طب ما يعني نروح نخلص الراجل حاجات التيست بتاعت الراجل. امسكي بقى كده، تعالي بسرعه نشوف الرز والمكرونه. بص يا جماعه، احنا الرز والمكرونات احنا ممكن نجيبها من سوبر ماركت تاني، لان في سوبر ماركت هنا عربي بيبيع الرز المصري بتاعنا والمكرونه بتاعتنا والحاجات دي كلها. فاحنا ممكن اصلا ننهي على كده. دي اللي هي الحاجات الاساسيه، اللي هي يعني اكل وشرب ولحوم وحاجات زي كده. بيجي بقى معاها الحاجات الجانبيه. قول لهم كده كل حاجه اسعارها برده تاني. استني اديكي اله. استني فايف ان شاء الله عليك. استني احسب لنا كل حاجه. فين التينه بتاعتك؟ ادي له تينه. خد، عايز تينه؟ بيقولوا عليها التينه المتينه. بس يلا امسكي الاله اهي، احسبي اول حاجه دي ب 5 دولار اهي. تمام، الفرخه دي بصوا الفرخه اصلا عامله ازاي. دي فرخه مشويه جاهزه. ها جاهزه الاكل. خلاص هي كبيره قوي ما شاء الله عليها. بكام يا زينه؟ 5 كتبتي؟ طيب البانيه ده هو الكميه دي كلها ب 30 دولار. ماشي، اكتبي 30. اوكي، اللحمه دي برضو الكميه دي كلها ب 35 دولار. اكتبي اللحمه المفرومه دي الكميه دي كلها ب 26 دولار. الجمبري الكمية دي كلها ب 25 دولار. كام؟ 25 دولار. وريني كده كام؟ 121. تمام؟ يعني احنا كده الحاجات دي كلها مكلفانا 121 دولار. تمام. 121 دولار زي ما قلت لكم، هنا الشخص لما بيشتغل يعني هنا معدل دخل الفرد، او مش معدل دخل الفرد، الحد الادنى للاجور اللي هو اقل حاجة المفروض شخص ياخدها في الساعة في الشغل هنا حوالي 15 دولار. لو ضربت 15 مثلا 8 ساعات، ان هو بيشتغل 8 ساعات، فهياخد 120 دولار. 120 دولار يشتروا الحاجات اللي احنا اشتريناها دي بالظبط. ده دوت اقل حد بيشتغل، يعني اقل حد بياخد راتب في الساعه. في ناس طبعا بتاخد راتب اكتر من كده، في ناس بتاخد 20 دولار في الساعه، 25 دولار في الساعه، 30 دولار في الساعه. في ناس بتاخد اكتر من كده بكتير على حسب شغله ومؤهله والحاجات اللي هو بيعملها. انتوا فاهمين الفكره؟ في ناس ايه؟ بتقعد ساعات اكتر، يعني في ناس بتقعد يعني بتشتغل اوفر تايم. يعني مثلا ممكن هم هنا عندهم لو واحد خلاص مش قادر يكمل بيجيب واحد مكانه وبيبتدي بقى يعمل ساعات. مش كده، هو ده الشغل عامة، مش شغل معين. لا مش شغل معين. تمام، عموما يعني انت هنا بتشتغل بيبدلوا شفتات مثلا. يعني هو هنا ما بتبدلش هي مش كده. عند واحده استغربتنيش. تعالي بص استني بيعملوا ايه. فشتك ها يا ابني. بص والله هو اللي بيقول لي شكرها. هو بيزقها، انت بتعمل ايه؟ هو بيزقها، تروح هي زقاه، يروح هو معيط وزعلان. انت اللي بتبتدي. تمام. طيب فالمهم يا جماعه، ملخص للموضوع، سيبكم من كل اللي انا قلته. هو مثلا انا دلوقتي مثلا لو انا بشتغل هنا باقل سعر شغل في الساعه مثلا لو 15 دولار، يعني خدت 120 دولار في اليوم، فاقدر تاني يوم انزل اشتري الحاجات دي، او في نفس اليوم عاد اشتريها. تمام، بس كده. ده كان حبينا نوريكم التجربه. وطبعا في حاجات اغلى وفي حاجات ارخص. وهنا كاسكو زي ما قلنا لكم بتعملوا ممبر شيب كده، اللي هو اشتراك سنوي ب 60 دولار، وبتخش بقى براحتكم اي يوم تشتروا كل اللي انتوا عايزينه. وكل حاجه هنا جمله، يعني كل حاجه هنا كميات. يعني مثلا ما بتجيش تشتري حاجات فرديه، لا بتشتري حاجات كميات. تمام، بس حاجه ثانيه زي ما عايز تدي فيها. تعالي
انا عايز اضيفها؟ لا خلاص يعني ممكن انا بصور لهم حاجات تانية واماكن تانية. اه احنا بصوا احنا كل يوم هنحاول نصور لكم حاجات مختلفة وحاجات تكتشفوا بيها امريكا، لان الناس كتير بعت لنا برده انتوا عايزين تكتشفوا امريكا، عايزين تعرفوا امريكا الحياة فيها عاملة ازاي، الدنيا هنا عاملة ازاي، فنكتشف لكم ده ان شاء الله. صح يا لولي؟ صح بالصح. طيب صح يا اسطى. ايوه هات بوسه، هات بوسه، هات بوسه. بتتينا بوسه، بتتينا عادي، شيل تتينا، هات بوسه بقى، هات بوسه بس كده. هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه. اي ايلين، ايلين ايه ايلين؟ لا هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه. مش هديني يعني؟ مش هديني؟ خلاص براحتك. ماشي يلا يلا يا جماعه، باي باي، ونشوفكم في لايف كتير. لايف جديد كتير بكره ان شاء الله في مكان مختلف بحاجات مختلفه. سلام.